مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى العالم الليلة. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. مسؤول إسرائيلي يقول إن المفاوضات مع حماس وصلت إلى طريق مسدود، ويتهم السنوار بعرقلتها. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جماعية ضد الوسطاء الماليين للحوثيين وحزب الله وفيلق القدس. الحوار ماضي إلى اتخاذ قرار الانسحاب، لكن الانسحاب يكون مدروس وتدريجي، وتأكيد راح يكون على العمل الاستخباري أكثر. وزير الدفاع العراقي يشدد للعربية على ضرورة الانسحاب الأمريكي، ويؤكد استمرار التعاون مع التحالف. وفي ظل خلاف أمريكي أوروبي على الضوابط، تحذيرات من تفوق صيني في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتابعون معنا في خارج الصندوق الليلة. نبحث أولا في موضوع مقاربة لماذا كل أو معظم منفذي هجوم موسكو من الطاجيك، من طاجكستان. ونتحدث أيضا عن لماذا تليجرام تحديدا هو الذي يجند هؤلاء. وفي شق آخر نبحث في سر توقيت زيارة هنية إلى طهران. كونوا معنا. مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى العالم الليلة مع ليال اختيار. أبدأها من مفاوضات غزة، حيث طريق مسدود وصلت إليه المفاوضات حول غزة. الحديث هنا مشاهدينا لمسؤول إسرائيلي كبير قال لرويترز بأن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعدما اعتبرت بأن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة وصلت إلى لا نتيجة بسبب مطالب حماس. فشل الجديد في المفاوضات لم يأتي عن عبث، إنما خلفه قيادي كبير في حماس وهو يحيى السنوار. يقول هنا طبعا المسؤول الإسرائيلي الذي شدد على أن السنوار يسعى لتأجيج التوتر في الحرب خلال شهر رمضان. بالنسبة لتل أبيب مشاهدينا، فإن حماس تطرح مطالب وهمية في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة. بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بأنه هذه المطالب تظهر بأن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق. لكن ما الذي تريد حماس من هذه المفاوضات؟ تريد الحركة من أي اتفاق لوقف إطلاق النار أن ينهي الحرب على قطاع غزة، كما تريد انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، إضافة طبعا إلى إعادة الأعمار ودخول المساعدات وعودة النازحين. مسؤولون في حماس هنا قالوا بأن إسرائيل ترفض أعطاء أي ضمانات للوسطاء بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بحياة الناس في غزة. عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران قال بأنه رفض إسرائيل تقديم ضمانات بالقضايا الأساسية تحديدا المتعلقة بحياة الفلسطينيين بقطاع غزة هو الإشكالية الأساسية اليوم في مفاوضات التهدئة. واتهم هنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا يريد التوصل إلى أي اتفاق، ويخدع شعب وأهالي الأسرى للتغطية على فشل السياسي والأمني. طبعا مشاهدينا، نهج نتنياهو يبدو بأنه بات يزعج حليف إسرائيل الأقوى. أتحدث هنا عن الولايات المتحدة بعدما سمعناها من تصريحات حول تباعد يعني طبعا الآراء بين الطرفين. بعد قرار مجلس الأمن غسان يبدو بأن الخلافات بين بايدن ونتنياهو تتسع كثيرا، وخاصة بأن الأخير طبعا نتنياهو ألغى زيارة للوفد الحكومي لواشنطن بعدما رفضت واشنطن استخدام حق النقد الفيتو ضد قرار وقف إطلاق فوري للنار في غزة، كما تابعنا بالأمس الجلسة مباشرة على الهواء. نعم ليال، طبعا وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فإن موقف واشنطن أمام قرار مجلس الأمن مؤشر إلى أن بايدن ونتنياهو يتجهان نحو التصادم. هذا على ذمة الصحيفة الأمريكية. فاتساع الخلافات بين نتنياهو وبايدن بات جليا في كل مرة تحاول فيها تل أبيب الدفع باستمرار الحرب أمام مجلس الأمن. لكن وفق واشنطن بوست، كان على نتنياهو ألا ينصدم من امتناع واشنطن عن التصويت. فبحسب كبار المسؤولين الأمريكيين، فإنهم أوضحوا هذه النقطة لنظرائهم الإسرائيليين في الأسابيع الماضية. إلغاء الاجتماع الثنائي بين تل أبيب وواشنطن
لا يمثل فقط اتساع الهوة بينهما، بل يشكل عقبة رئيسية جديدة في طريق الجهود الأمريكية لحمل نتنياهو على النظر في بدائل لاجتياح رفح، وهو ما يعمق أيضا التوتر بين الطرفين ويثير التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستقيد المساعدات العسكرية إذا تحدى نتنياهو قرارها. بالنسبة لبايدن، توتر علاقته مع تل أبيب يعد بمثابة تتويج لأشهر من الإحباط حسب وصف واشنطن بوست، سعى فيها الرئيس الأمريكي لمواجهة الضغوط الداخلية والغربية عليه لكبح جماح الرد العسكري الإسرائيلي. أما نتنياهو فأمامه تحديات داخلية خاصة به وأخرى تتعلق بمطالبة أعضاء ائتلافه اليميني المتطرف باتخاذ موقف متشدد ضد هجوم 7 أكتوبر وإقناع العائلات الرهائن بما يبذله أو يبذله لإطلاق سراحهم. العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وصلت ذروة غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة وفي توقيت حساس للغاية بالنسبة لإسرائيل. مصادر مقربة من نتنياهو سارعت إلى ربط رفض حماس مقترح صفقة التبادل بالتصويت على وقف إطلاق النار في مجلس الأمن والامتناع الأمريكي عن التصويت وعدم استخدام الفيتو الذي اعتبره نتنياهو إضرارا بالجهد الحربي الإسرائيلي وتشجيعا لحماس لرفض إطلاق المحتجزين والتمسك بوقف شامل لإطلاق النار كما تطالب. لدينا علاقات جيدة ووثيقة مع الولايات المتحدة وتعاون عسكري هو الأفضل منذ قيام الدولة. هناك انتخابات أمريكية ويجب أخذ تصريحات في سياقها وهو تحد، وإن كان ما يعتقد بأننا سنخضع للضغط الدولي سندخل رفح ونفكك ما تبقى من كتائب حماس. نتنياهو كان منع وفدا إسرائيليا رفيع المستوى من زيارة واشنطن تلبية لطلب الرئيس الأمريكي للبحث في عملية رفح البرية التي طرح الأمريكيون بدائل بشأنها على وزير الدفاع الإسرائيلي الزائر للولايات المتحدة، فيما تعمقت الخلافات داخل الحكومة وتوالت الانتقادات لسلوك نتنياهو واختياره الصدام مع الإدارة الأمريكية. مصادر أمنية إسرائيلية عبرت عن قلقها من وقع الأزمة على الحرب، فحتى إن تجنبت واشنطن استخدام سلاح وقف التسليح في حرب غزة فإن إسرائيل تحتاج إلى كامل دعمها لمواجهة حرب محتملة على الجبهة الشمالية إن لم تنجح الجهود الدبلوماسية باحتوائها. وربما اختصرت هآرتس مشهد الانتقاد لنتنياهو بعنوان قال: لن أجل البقاء في مكتبه يوما إضافيا شن نتنياهو هجوما على واشنطن بدلا عن رفح. من القدس ينضم إلينا مشاهدينا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد، يعني بعدما سمعنا وقرأنا عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، ما الذي أوصل المفاوضات إلى هذا الطريق، وماذا عن الاتهامات الإسرائيلية بأن السنوار وراء عرقلة أي اتفاق محتمل؟ بدون أدنى شك بأن الكرة في ملعب السنوار، هو من يقرر في نهاية المطاف بشأن الصفقة وليس قيادة حماس في الخارج، هذا ما تقوله على الأقل إسرائيل. إسرائيل الآن باتت في صدام مباشر مع الولايات المتحدة بسبب هذا الموضوع. الأمريكيون غضبوا جدا من اتهام نتنياهو لهم بأنهم عمليا أفشلوا الصفقة من خلال التصويت أو عدم التصويت بالفيتو في مجلس الأمن. الواضح الآن بأن هذه المفاوضات تراوح مكانها. الوفد الإسرائيلي عاد، بقي يعني جزء من الوفد وهو جزء تقني فقط في حال كان هناك عودة لهذه المفاوضات، وبالتالي الآن بالنسبة لإسرائيل الأمور تعثرت تماما. بينما نتحدث هناك مظاهرة كبيرة الآن في تل أبيب أمام مقر الكرياء المجمع الحكومي في تل أبيب، عائلات الأسرى تتظاهر وجزء منهم وضعوا أنفسهم داخل أقفاص في إشارة إلى ضرورة عمليا الذهاب إلى صفقة التبادل في أسرع وقت. زياد، يعني بهذا الإطار مع يعني ما يحدث بالشارع، الصحافة الإسرائيلية شنت هجوم غير مسبوق على نتنياهو، أتحدث عن اليمين واليسار، ما هي أجواء الشحن الداخلي اليوم ضد رئيس الحكومة؟ هذا صحيح، يعني هناك في الإعلام الإسرائيلي يمكن أن تتلمس بسهولة الانتقاد لنتنياهو واتهام نتنياهو عمليا بأنه بات يفضل المصالح الشخصية المتعلقة بصراعه على البقاء في إسرائيل
على حساب مصالح إسرائيل الاستراتيجية. يتساءلون مثلا في الإعلام لماذا كان هناك حاجة لحرق الجسور مع واشنطن والدخول في مواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي الآن بالذات، وليس مثلا بعد أن تدخل إسرائيل إلى رفح. لو كانت في رفح وهناك أزمة مع واشنطن هذا قد يكون منطقيا ومفهوما، يقول المنتقدون لنتنياهو، وهذا صحيح. هناك انتقادات كثيرة حتى داخل الحكومة الإسرائيلية. بالأمس غانتس قال لنتنياهو عليك أن تترأس الوفد إلى واشنطن، لا أن تلغي هذه الزيارة، لا سيما وأن وزير الدفاع الإسرائيلي يتواجد هناك، بمعنى لا قيمة لإلغاء هذا الموضوع، فقط هو من باب ربما المواجهة مع الرئيس الأمريكي حاليا. شكرا لك من القدس مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. إنسانيا مشاهدينا، أكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لايرك بأنه يجب إلغاء الحظر على توصيل المواد الغذائية من الأنروا إلى شمالي غزة بعد قرار نتنياهو بالأمس بمنع من توزيع المساعدات شمالي غزة، ولا يمكن الادعاء بالتزام أحكام القانون الدولي في ظل منع قوافل الأنروا الغذائية. فلنتابع ما قاله. يجب إلغاء الحظر الواجب على توصيل المواد الغذائية من وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة الأونروا إلى شمال غزة. وما قرأته للتو وذكرته لكم هو السبب. لا يمكن الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي ومنع قوافل الأغذية التابعة للأونروا، حيث تم بالفعل في الأسبوع الماضي منع 5 بعثات إلى الشمال. أنا ببيع فتة حمص، بعملها وبسويها، يعني بقعد من الصبح بعمل فيها لحقية العصر، ببقدم العصر باجي ببيعها. إحنا من غزة نازحين في مدرسة في الدير تحت في المنفلوطة، بعمل تقريباً 50 صحن باليوم، وأحياناً ببيعهم كلهم أحياناً لا، واللي بخلص بالآخر اللي بزيد بروحوش معايا بوزع. كنت قبل هيك أروح على الجامعة، كنت أدرس محاسبة سنة تانية. أبويا استشهد في الحرب، هو جانا خبر أنه مفقود يعني، فانفقد فترة طويلة، هلأ إله 2 شهر. بعدها وصلنا خبر أنه استشهد بس في منطقة محاصرة، لسه مستفيد جثته لحتى الآن. الصحن ب5 شيكل بس مش غالي بالنسبة للغرض اللي بشتريها. عقاب جماعي أمريكي جديد بحق طهران وحلفاء طهران تحديدا في لبنان واليمن، إذ فرضت واشنطن عقوبات مكافحة إرهاب على وسطاء يسهلون تمويل الحوثيين وفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني. وحسب الخارجية الأمريكية فإن العقوبات تستهدف 6 كيانات وفردا واحدا من ناقلتين شاركتا في تسهيل نقل السلع والمعاملات المالية للحوثيين. بالحديث مشاهدينا عن البحر الأحمر، انتقلت العربية عبر طائرة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية إلى حاملة الطائرات أيزنهاور الموجودة حاليا في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعادت بهذا التقرير وهذه الصور فلنتابعها. نحن الآن على متن طائرة عسكرية الأمريكية متوجهين إلى أيزنهاور حاملة الطائرات الأمريكية التي ترسو منذ 4 أشهر في منطقة مضيق باب المندب وخليج عدن. طبعا الرحلة ستستغرق ما يقارب 4 ساعات، وعلينا طبعا الوقوف أحيانا في أحد المطارات المطلة على البحر الأحمر لتزويد الطائرة بالوقود. شاهدنا البريفينج، ميليتري بريفينج أو الإيجاز العسكري إذا صح التعبير، الذي طلب منا من خلاله حمل أقل الأشياء معنا على متن الطائرة، لأن الكراسي كما نشاهد هي صغيرة جدا ولا يوجد مرافق صحية على متن الطائرة. فعلينا طبعا الذهاب إلى دورة المياه قبل الركوب على متن الطائرة، وهذا يعني 4 ساعات بدون ذلك. وطلب منا أيضا أن نرتدي ملابس سميكة كما تشاهدون، لأن الحرارة تكون متدنية في السماء أثناء التحليق.
ليث بزاري من علامات الطائرة التي تقلنا إلى حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور العربية والحدث. طبعا مشاهدينا لاحقا سنتابع مع الزميل ليث بزار تقرير مفصل من على حاملة الطائرات أيزنهاور في البحر الأحمر وعملها ضمن مكافحة نشاط الحوثيين بالبحر الأحمر. العالم ليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. استنزاف المشافي في غزة مستمر. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى الأمل بخان يونس عن الخدمة. وفي ملفات العالم ليلة أيضا فرنسا تستعد لتسريع عملية إنتاج الأسلحة لمساعدة أوكرانيا. أهلا بكم من جديد. من ملف البحر الأحمر سأنتقل الآن إلى ملف يشغل العالم هو ملف عودة داعش خراسان. إجراءات أمنية مشددة ستتخذها وتتخذها عدة دول في أوروبا بعد فرنسا خوفا من هجمات إرهابية محتملة بعد هجوم تنظيم داعش خراسان الأخير في موسكو. مخاوف عبر عنها صراحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال بأن جماعة داعش خراسان هي التي تقف وراء إطلاق النار في موسكو. هي أيضا حاولت ارتكاب عدة أفعال بفرنسا بالآونة الأخيرة. تأهب الأمن بباريس رافق أيضا تحذير أمريكي من تنظيم داعش خراسان ليؤكد بأن هذا التنظيم لديه القدرة والإرادة لمهاجمة المصالح الأمريكية والغربية طبعا بالخارج. أبرز الدول الأوروبية التي ستطال الهجمات الإرهابية بحسب استخبارات غربية هي كما نشاهد الآن على هذه الخريطة. فرنسا أولا هي في مقدمة الدول الأوروبية التي تخاف اليوم من هجمات محتملة والمخاوف بسبب استضافة فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية بدءا من آخر يوليو المقبل. الخطر أيضا سيطال كل من بلجيكا وبريطانيا والتي تعرضت خلال العقد الماضي لهجمات متقطعة من التنظيم، ما استدعى أيضا اليوم رفع حالة التأهب الأمني. واستمعنا طبعا لتصريحات المسؤولين هناك. بألمانيا وهولندا أيضا هناك مخاوف كبيرة من هجمات بألمانيا وهولندا والتي تعرضت أيضا لهجمات سابقة. ونسق البلدان بيوليو الماضي ونجح باعتقال 7 أفراد من الطاجيك والتركمان وهم مرتبطون بحسب المسؤولين والتقارير الرسمية بتنظيم داعش خراسان. قبل التخطيط للتوجه نحو أوروبا مشاهدينا أرسل التنظيم رسائل تهديدية الخارجية انطلاقا من داخل أفغانستان. فكما نذكر عام 2022 تبنى تنظيم داعش خراسان تحديدا مسؤولية تفجير انتحاري قرب مدخل السفارة الروسية في كابول والذي أدى حين إلى مقتل موظفين 2 بالسفارة الروسية. وبالتالي ما حصل اليوم داخل روسيا بدأ به التنظيم والتمهيد له منذ ذلك الهجوم. إذن تنظيم داعش خراسان محاسن بدأ هجومه على روسيا من على أرضه أي داخل أفغانستان قبل أن يصل إلى موسكو وينفذ الهجوم الإرهابي الأخير. ماذا يعني ذلك؟ بالفعل ليال تفجير السفارة الروسية في كابول لم يكن الهجوم الإرهابي الأول للتنظيم من داخل أفغانستان بل سبقه أيضا تفجير انتحاري عام 2021 في مطار كابول أثناء الانسحاب العسكري الأمريكي وأدى حينها إلى مقتل 13 جنديا. فلنتعرف على التفاصيل. لكن من يقود تنظيم داعش خراسان الإرهابي وما هو عدد مقاتليه في أفغانستان فقط؟ ثناء الله غفاري ويعرف باسم شهاب المهاجر عمره 34 عاما من مواليد 1990 بحسب مصادر العربية ينتمي إلى عائلة ثرية في أفغانستان وهو مهندس تخرج من جامعة كابول. أعلن تنظيم الدولة في يونيو 2020 المهاجر أو غفاري أميرا جديدا للتنظيم أدرجت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اسمه على قائمة الإرهاب العالمية. أما عدد مقاتلي التنظيم في أفغانستان فيتراوح بين 4000 و6000 بحسب تقرير صدر عن مجلس الأمن الدولي وحذر من خطر داعش خراسان وانتشاره السريع. ويتميز هذا التنظيم بحسب واشنطن بالتفوق في الأداء عبر تنفيذ هجمات
أكثر جرأة، ويذهب الخبراء إلى أن توسع التنظيم يعود إلى انهيار تنظيم داعش في العراق عام 2017، أيضا إلى فشل حركة طالبان بالقضاء على قواعده الآمنة في شمال وشرق أفغانستان للتوسع إقليميا. وداعش خراسان لديه خلافات كثيرة وعداوة كبيرة ليال مع حركة طالبان، ويتهمها بأنها ليست متشددة بما يكفي لتولي الحكم. فعلا وهذا شيء لافت، يعني هنا نتحدث عن تشدد أكبر عند داعش خراسان. على كل حال سنفصل هذا الموضوع محاسن أكثر مع مراسل عربية من كابول عبد الله نادر بعد قليل. عداء قديم متجدد بين داعش وطالبان، فداعش ومنذ نشأته في القبائل الحرة القاطنة بين أفغانستان وباكستان، وتحديدا في منطقة أوركزاي الباكستانية، اعترك مع عناصر طالبان في مقاطعة نينغرهار الحدودية قبل أن يحارب قوات النظام الجمهوري السابق أو القوات الأجنبية الموجودة آنذاك في البلاد. فكانت بين داعش وطالبان حروب دموية، واستطاع الطالبان دحر عناصر داعش في المنطقة، ما دفع بداعش إلى التخفي أو الفرار من المناطق الشرقية. بشكل عام فإن الخلاف بين الجانبين يكمن في أن طالبان تعتبر داعش تنظيما متمردا يرفض طاعة أمير المؤمنين، بينما يعتبر داعش طالبان جماعة لم تبايع الخليفة. وتاريخيا لم تكن العلاقة بين باكستان وأفغانستان ودية للغاية، وقد أدى وجود داعش في هذه المناطق القبلية إلى توتر سياسي بين البلدين، حيث تتهم كابول إسلامباد بتمويل داعش. معنا مشاهدينا من باريس عثمان تازجرت الكاتب الصحفي. سيد عثمان، يعني من المعلوم بأنه اليوم داعش خراسان يعتبر بأن خلافته تحديدا بخراسان وآسيا الوسطى لن تتحقق إلا بزعزعة روسيا من الداخل، هذا معلوم، ولكن لماذا زعزعت أمن أوروبا؟ في الحقيقة تنظيم داعش خراسان الآن أصبح هو المركز الثقل الأبرز في التنظيم بعد انهيار أو اندحار دولة داعش التي كانت قد أقيمت في العراق وسوريا. انتقل مركز ثقل التنظيم إلى هذه المنطقة بسبب وجود بيئة مواتية في أفغانستان، هروبا من التضييقات الأمنية على معاقله السابقة في العراق وسوريا. انتقل التنظيم إلى أفغانستان لأنه لا توجد دولة مركزية قوية، وخاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية وعودة طالبان إلى الحكم لا تسيطر طالبان على كل المناطق، فوجد معاقل له هناك، ودخل في نوع من التنافس مع طالبان، لأن بروز هذا التنظيم الإمارة إمارة خراسان كانت نشأت في 2014، ولكنها بدأت تبرز بشكل قوي لما انشق 14 قياديا في طالبان عن الحركة وانضموا إلى أو بايعوا البغدادي آنذاك وانضموا إلى إمارة خراسان التابعة لداعش، وهناك هذه الخلافات وهذا التنافس بينهم. والآن هناك أخبار أو تقارير استخبارية تقول أن طالبان تحاول أن تعيد القاعدة إلى الواجهة حتى تواجه بها هذا البروز الملفت لداعش. وفي ظل هذه المعطيات، هذا التنافس داخل هذه الرقعة في أفغانستان ومناطق بين أفغانستان وباكستان، لأن إمارة خراسان تشمل أيضا بعض المناطق في باكستان وتمتد حتى إيران، التنافس هذا يحتاج داعش لكي يفرض نفسه على الصعيد المحلي ويستقطب المزيد من الأتباع، أن يحاول أن يضرب على الصعيد الخارجي لكي يبرز بأنه هو التنظيم الأبرز والتنظيم الأقوى. بموضوع الاستهدافات الخارجية سيد عثمان، قبل الهجوم الدموي بموسكو الاستخبارات الأمريكية حذرت أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر بأن التهديد الذي يشكل داعش لا يزال مصدر قلق كبير بمجال مكافحة الإرهاب، مضيف بأن معظم الهجمات اللي نفذها داعش على مستوى العالم حدثت من قبل مجموعات من داعش خارج أفغانستان. ماذا يعني اليوم هذا الموضوع، خصوصا وأن يعني موضوع وجود الإسلاميين داخل أوروبا هو مشكلة
ومعضلة كبيرة، وحتى اليوم هناك يعني تهديدات أمنية داخل الولايات المتحدة. هناك طبعا عداء لدى الجماعات الجهادية عموما ولدى داعش تحديدا للولايات المتحدة بحكم العداوة الإيديولوجية القديمة اتجاه الولايات المتحدة واتجاه روسيا، ليس فقط بوصفها القوى العظمى الثانية، ولكن بسبب الخصومة التي نشأت بينها وبين التنظيم سواء في سوريا أو في ليبيا أثناء تدخل الروس هناك وفي الساحل الإفريقي. وتبقى أوروبا هي المنطقة التي تحاول الجماعات أن تضرب فيها لأنها هي تقريبا الرقعة الجغرافية التي تمثل رمزيا الغرب اليوم، الغرب الذي تريد هذه الجماعات أن تهاجمه. المخاوف الآن في الولايات المتحدة محدودة جدا، ولكن في أوروبا هناك اتفاق لدى الخبراء والأجهزة الاستخبارية بأن التهديدات الآن بالغة الخطورة، خصوصا بأن هناك خوف من عودة الذئاب المنفردة التي كانت تنشط أيام داعش. شكرا لك من باريس عثمان داسجرت الصحافي الكاتب الصحفي. من ملف داعش خراسان إلى العراق الذي يستعد مشاهدينا لمرحلة ما بعد التحالف الدولي، تحرك تم ترجمته بتصريحات وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي خلال مقابلة خاصة مع العربية، قال فيها بأن المباحثات مستمرة لاتخاذ قرار انسحاب التحالف الدولي من العراق بشكل تدريجي ومدروس. وهنا شدد العباسي على أن التعاون مع دول التحالف الدولي بعد الانسحاب سيكون على العمل الاستخباراتي. فلنستمع لما قاله بهذه المقابلة الخاصة. جرت جولتين من الحوار مع دول التحالف وقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بثقة من عدة لجان ثلاثة. المباحثات سائرة على شكل مثل ما وجه دولة الرئيس القائد العام للقوات المسلحة. الحوار ماضي إلى اتخاذ قرار الانسحاب، لكن الانسحاب يكون مدروس وتدريجي وما يغطي العمليات وما يتطلبها الوقت الحالي والساحات الحالية. نتوقع أنه سنذهب إلى اتفاقيات ثنائية مع أغلب دول التحالف وإنهاء ملف التحالف الدولي وعمليات عزم الصلب. التأكيد راح يكون على العمل الاستخباري أكثر مما هو عملياتي، وكذلك الفرص التدريبية الممنوحة لنا من هذه الدول ومن تحالف ناتو بشكل عام. في مقابلة وزير الداخلية العراقي أيضا مشاهدينا مع الزميل ماجد حميد، كشف عن اتفاق مع واشنطن على فصل الساحة العراقية عن الساحة السورية بالنسبة للوجود الأمريكي. أثناء زيارتنا إلى واشنطن طرحنا هذا الموضوع واستحصلنا الموافقة أنه تنفصل الساحة العراقية عن الساحة السورية. ربما الساحة السورية تحتاج تواجد أمريكي حسب نظر الأمريكان طبعا، لكن احنا ما رؤيتنا تختلف، هاي انه ننفصل ساحتنا. احنا الان لدينا القدرات على حفظ امن بلادنا وقطاعاتنا منتبهه ونشطه، ونقدر على ان نحافظ على امننا بمعزل عن الجانب السوري. ربما الجانب السوري حسب نظرتهم يحتاجون يبقون بسنوات، هذا الموضوع ما ينطبق على الجانب العراقي. إذن مشاهدينا، بالفترة وبالآونة الأخيرة أصبحنا نتابع بشكل مكثف تشديد على إخلاء العراق من الوجود الأمريكي، لكن لماذا بالأساس يطالب العراق بانسحاب القوات الأمريكية؟ بالعودة إلى الهجمات التي تشن قوات التحالف داخل الأراضي العراقية ضد قادة عسكريين تابعين لفصائل مسلحة موالية لإيران كانت على قائمة الأسباب، من أبرزها ما حدث بمطلع يناير الماضي حينما أسفر هجوم أمريكي عن مقتل قيادي بحركة النجباء التابعة لفصائل الحشد الشعبي، وأيضا هجوم آخر بفبراير أدى لمقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقية التابعة للحشد الشعبي. واشنطن حين بررت الهجوم بأنه ضمن حقها بالدفاع عن النفس، لكن العراق اعتبر بأنه مثل هذه الضربات تعد أعمالا عدائية تمس بسيادة العراق وتتجاوز الأهداف المتفق عليها لمهمة التحالف الدولي، وحين طالب العراق بإنهاء مهمة التحالف في البلاد.
الضربتين الأمريكيتين كلتا الضربتين لم يكن العراق يعلم عنهما مسبقا. أمر برر مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأنه كان بسبب مخاوف أمنية عملتية لدى واشنطن. بظل كل هذا، من الرابح والخاسر اليوم من انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق روان، بظل يعني حسابات مختلفة لدى الأفرقاء بالداخل العراقي؟ ليال، حسابات الربح والخسارة تتعلق بأطراف داخلية وخارجية لها مصالح على الأراضي العراقية. عن الأطراف الخاسرة من انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، بحسب محللين عراقيين لشبكة BBC، فإن حكومة إقليم كردستان العراق والسنة العراقيين سيكونون أبرز الخاسرين. على الجانب الآخر، يقول خبراء آخرون أن الميليشيات العراقية وإيران هم أبرز الرابحين من انسحاب القوات الأمريكية. الأولى ستسعى لتعزيز مكانتها، والثانية ستصوره كانتصار لها. في الحالتين يترك انسحاب الولايات المتحدة أو التحالف الدولي من الأراضي العراقية تداعيات محتملة، أهمها قلب التوازن الإقليمي الحاصل الآن لصالح إيران، وإمكانية عودة تنظيم داعش ليس بالعراق وحده بل في المنطقة بأكملها. في ظل تساؤلات حول قدرة العراق على صد وردع مثل تلك التنظيمات أو الميليشيات لوحده، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تنسحب القوات الأمريكية والتحالف الدولي فعلا من العراق؟ محللون لشبكة BBC استبعدوا هذا الأمر وقالوا أن القوات الأمريكية لن تنسحب في القريب العاجل، وأن هذه المفاوضات لكسب المزيد من الوقت من جانب واشنطن. مشاهدينا، الساعة الأولى من العالم الليلة وصلت للمنتصف، ولكن قبل أن نستكمل النصف الثاني إليكم موجز لأهم تحديثات الأخبار قبل أن نستكمل الملفات. قتل 18 فلسطينيا جراء إنزال جوي للمساعدات بشكل خاطئ على غزة، وأوضح المكتب الإعلامي لحركة حماس بأن هناك أكثر من 10 أشخاص لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولة التقاط مساعدات سقطت في البحر. في مسلسل استنزاف واستهداف المشافي في القطاع، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل في خان يونس بجنوب غزة عن الخدمة، مؤكدا بأن القوات الإسرائيلية أرغمت كل من في المستشفى على مغادرته. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم في مدينة سمارة من قبل فيلق المتطوعين الروس المحظور في روسيا والمدعوم من الخدمات الخاصة الأوكرانية، بحسب ما جاء في البيان. قال وزير الدفاع الفرنسي بأنه مستعد لاستخدام كل ما لديه من صلاحيات لطلب القدرات الصناعية أو فرض الأولويات لصانعي الأسلحة بهدف تسريع إنتاج الأسلحة والقذائف اللازمة في ساحة المعركة في أوكرانيا. انتقل مشاهدينا إلى مؤتمر صحافي للجيش الإسرائيلي. نار أو صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في قطاع غزة، نحن نواصل العملية العسكرية في مستشفى الشفاء، وتم اعتقال 500 ممن يعتبرون مخربين في حماس والجهاد الإسلامي، وفي الأيام الأخيرة أيضا تم اعتقال عدد من المخربين من بينهم مصادر معلومات من الذين اعتقلوا رضوان الطابش وهو مسؤول عن الصناعة العسكرية في حركة حماس، وبكر قانيطة مسؤول عن الأمن لمسؤولي حماس، هاشم البطش وهو مسؤول عن الأموال في كتيبة غزة في الجهاد الإسلامي، وهؤلاء يوفرون لنا الكثير من المعلومات خلال التحقيق والتي ستؤدي إلى عمليات إضافية. نشرنا أيضا توثيقا للتحقيق لمخربين اعتقل في مستشفى الشفاء، ولماذا عادوا إلى المستشفى وكيف عادوا؟ يقول إنهم عادوا من أجل الاختباء ومن أجل إعادة بناء التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وقال بأن المخربين يطلقون النار على القوات من داخل مباني في المستشفى ومن مثل قسم الولادة والمبنى القطري وقسم الولادة وقسم الطوارئ، وفي كل مبنى من هذه المباني تم استهداف وقتل المخربين الذين أطلقوا النار. نحن سنواصل العمل حيث يوجد المزيد من المخربين في هذه المباني. في بعض المباني تم اعتقال واستسلام مخربين، وهناك مباني لا تزال الاشتباكات معهم حتى يتم القضاء عليهم أو
سلامهم. أيضا تواصل الكتيبة 401 ووحدة سيارة النحل العمل ضد المواقع الإرهابية التي تأسست في مباني مدنية. هناك مخربون يختبئون في أي غرفة، في الغرفة الأخيرة في الشقة الأخيرة سيتم استهداف هؤلاء حيثما يكونون. في المستشفى قتل أكثر من 100 مخرب. مخرب حماس والجهاد الإسلامي يعملون داخل أقسام المستشفى، وبذلك هم يدمرون هذا المستشفى. حماس تدمر مستشفى الشفاء وتستخدم المدنيين في المستشفى كدرع بشري ما يهدد حياتهم. وليس فقط ذلك، بل إن حماس تنشر الأكاذيب في شبكات التواصل الاجتماعي وعبر قناة الجزيرة حول المس بالمدنيين من قبل إسرائيل، ونحن نقول إنه لم يصاب مدني ولا طبيب ولا طواقم طبية، فقط المخربون هم الذين استهدفوا. بالعكس، الجيش أخذ المرضى ونقلهم إلى أقسام أخرى ووفر لهم العلاج والمساعدة واللوازم الطبية، بعكس حركة حماس التي تستخدمهم كدرع بشري. في أحد التحقيقات مع مخربي حماس الذين أشرت لهم، محمد بكر قال بأن المخربين هربوا إلى المستشفى لأنهم ظنوا أن لا أحد سيمس بهم. سنواصل العمل في كل مكان يكون فيه مخربو حركة حماس، وخاصة القادة والقيادة. مساء اليوم بعد أن فحصنا كل المعلومات الاستخبارية وصلنا إلى تأكيد وننشر التالي، وأنه حسب تحقيقات الشباك والموساد فإن مروان عيسى قتل في العملية التي تم تنفيذها مع غازي أبو طعمة، وهو الشخص الثالث في حركة حماس ومن الذين خططوا أحداث 7 أكتوبر. ورازي هو أحد القيادة البارزة وكان مسؤولا عن قضية التسليح والتصنيع العسكري في حركة حماس، وقتل في ضربة في للشباك ووحدة الاستخبارات العسكرية في مخيم النصيرات عبر قصف نفذه سلاح الجو. سنواصل جهودنا العليا كأولوية عليا لاستهداف قادة حماس في جنوب القطاع في منطقة خان يونس. نحن نعمل في حي الأمل، وبعد معلومات استخبارية لشباك أمان حول وجود بنى استخبارية قمنا بعملية عبر قصف جوي أولا، ثم دخول سريع للقوات البرية التي وصلت إلى عمق الحي، وفي الساعات الأخيرة نحن نكتفي مشاهدينا بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والذي أعلن فيه رسميا مقتل القيادي في حماس مروان عيسى. إذن فيما يشبه السباق المحموم، ما زال أقطاب العالم الغربي يحاولون الفوز بسباق وضع قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي. هذا الملف الذي فتحناه مرارا اليوم ليس خوفا من مخاطره فحسب هناك هذا السباق، بل خشية من أن تنفرد بكين بوضعه. هذا ما حذرت منه صحيفة بوليتيكو مؤخرا. فالصين في حال عدم اتفاق الغربيين على رأي موحد لضبط هذه التكنولوجيا قد تتدخل لوضع قواعد عالمية لها وتمسك بمستقبل البشرية. لكن ما الذي يحول دون التوصل لهذا الاتفاق؟ طبعا مشاهدين، الخلاف الأكبر يدور اليوم حول فكرة رئيسية، وهو هي التخوف من تجاوز الذكاء الاصطناعي سيطرة البشرية، أي أن تفقد الحكومات ضبطه والتحكم فيه في المستقبل. وهنا هناك اختلاف بوجهات النظر. واشنطن كأكبر قوة منتجة للذكاء الاصطناعي لا تريد أي حظر أو متطلبات صارمة، بل تدفع باتجاه نظام يركز بالأغلب على التزامات طوعية من صناع التكنولوجيا لتتسق وتكون مناسبة مع القوانين المحلية. بينما على المقلب الآخر، بروكسل كرأس للاتحاد الأوروبي تريد فرض قواعد صارمة وتتطلب من الذكاء الاصطناعي الانفتاح حول كيفية تصميم منتجاتهم، وبالتالي تبقي دفة التحكم بيده. إذن نحن أمام وجهتين نظر مختلفة تماما بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي. بخضم هذا الاختلاف بين الغربيين ينقسم هنا المراقبون بين من يرى بأنه مخاطر هذه التكنولوجيا ما زالت بعيدة وبحاجة لوقت أكبر لتبدأ بالظهور، وبالتالي الحديث عن التشريعات ما زال من المبكر الحديث فيها، بينما يرى فريق آخر بأنه المخاطر موجودة بالفعل الآن
وعلى الحكومات التعامل مع بمهدى أي قبل أن تتفاقم. فما الحل؟ الحل ببعض صناع الذكاء الاصطناعي ومنهم شركة ميتا الأمريكية يدفعوا باتجاه أن تكون هذه التكنولوجيا مفتوحة المصدر ومكشوفة للجميع. بالمقابل يحاجج هنا مشاهدينا كل الرافضين بأنه هذا الأمر سيطلق العنان للجميع لاستخدام كل شيء بلا استثناء بما فيها الأسلحة البيولوجية، وبالتالي ستكون هدف للإرهابيين، وهذا سيعيد طبعا الخصوم إلى المربع الأول وهو وجوب القوننة. أعلن مشاهدينا حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية حالة طوارئ أثر انهيار جسر بمدينة بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتسبب الحادث بسقوط أكثر من 26 شخص في الماء وعدد من السيارات، وهذا وكانت ناقلة حيويات مستأجرة لشركة ميرسك الدنماركية للنقل اصطدمت بإحدى ركائز الجسر ما أدى لانهياره بشكل كامل كما نتابع بهذه الصور. من الملفات السياسية إلى ملف سياسي ولكن اقتصادي بحت، حيث قال بنك جولدمان ساكس بأنه تم توجيه نحو 2 مليون برميل يوميا من النفط بعيدا عن البحر الأحمر، أي ما يمثل بنحو 30% من إجمالي تدفقات النفط عبر الممر المائي. وأضاف البنك بأنه اضطرابات البحر الأحمر لها تأثير على الأسعار، وتأثير متواضع على أسعار النفط كون الإنتاج لا يزال غير متأثر بهذه التغييرات. بانتقال إلى أسعار النفط مشاهدينا، استقرت أسعار النفط بظل ترقب تطورات المشهد الجيوسياسي وتوقعات بأن يصرح مندوب أوبك بلاس بأنه لا حاجة إلى تغيير سياسة المعروض باجتماع المراجعة الأسبوع المقبل. مع بالاستوديو مشاهدينا مذيعة الاقتصاد في قناة العربية ريما نجار، أهلا وسهلا بك ريما. ريما، سأبدأ من الخبر الذي لم نذكره وهو التخفيض الطوعي لروسيا للإنتاج النفطي بظل الهجمات الأوكرانية التي عطلت عدد من المصافي الروسية، وأيضا بظل حسب ما أعلن الرئيس بوتين بأنه بالتنسيق مع أوبك بلاس. التخفيض الطوعي اليوم هل يخفض من القيمة السوقية لروسيا بسوق النفط؟ صحيح، الخبر طبعا هو أن روسيا طلبت من شركاتها النفطية، وهي عديدة منها حكومية منها شبه حكومية، لتخفيض إنتاجها في الربع الثاني. لماذا؟ هذا التزاما باتفاق أوبك بلس بتمديد التخفيضات الطوعية الإضافية حتى نهاية الربع الثاني، وهي بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، تأتي من 8 دول، هي السعودية، روسيا، الإمارات، الكويت، العراق، كازاخستان، عمان وإلى آخره. هنا طبعا إشارة أن هذه التخفيضات الطوعية الإضافية تأتي بعد تخفيضات طوعية كانت قد أقرت بإبريل من العام الماضي وتم تمديدها حتى نهاية هذا العام، فهي تخفيضات طوعية إضافية غير التخفيضات التي تم إقرارها العام الماضي. نعم. طبعا لا ننسى هناك هجمات من قبل مسيرات أوكرانية على مصافي النفط الروسية. البعض لا يوجد معطيات كثيرة حول حجم الضرر. جولدمان ساكس بيقول أنه هناك تعطيل لحوالي 900 ألف برميل يوميا من الطاقة أو القدرة الإنتاجية الروسية. أعتقد أيضا أن الصادرات الروسية من المنتجات البترولية تأثرت، والآن السؤال هل ستقوم روسيا برفع صادراتها من الخام للتعويض من تراجع إيرادات الطاقة؟ البعض يقول أنه قد يكون هذا صعب. لماذا؟ لأن هناك قيود على القدرة الإنتاجية، قيود على النفقات الرأسمالية في روسيا نظرا للحرب مع أوكرانيا. هنا الرئيس الروسي قال نحن نخفض بالتنسيق مع أوبك بلس، ولكن الولايات المتحدة تأخذ مكاننا بالسوق
الصندوق، ونرى يعني التصدير الأمريكي للهند والذي يشكل يوم هاجز روسي. باختصار، إلى أي مدى تنخفض اليوم ينخفض الوجود الروسي بالسوق النفطية بظل هذا التخفيض؟ لا ينخفض الوجود الروسي. هنا إشارة أن القدرة الإنتاجية العالمية إن كان من قبل أوبك، من داخل أوبك أو من خارج أوبك من الولايات المتحدة، هي جيدة، وأسس السوق من حيث العرض والطلب هي إيجابية، والوضع الاقتصادي إيجابي. لذلك مع وجود هذه الحروب قرب دول منتجة للنفط، إن كان في روسيا أو إن كان الحرب في غزة وأيضا أزمة البحر الأحمر، لا نرى تأثير كبير على الأسعار. يعني في الوقت السابق كنا قد رأينا برنت عند مستويات $100 للبرميل أو أكثر. الآن أساسيات السوق جيدة. في السابق كان في تأثير أكبر على الأوضاع الجيوسياسية، لأنه التكنولوجيا كانت أصعب، وأيضا لأنه مصادر الإنتاج كانت محدودة أكثر. بالتأثيرات الجيوسياسية، لماذا اليوم جولدمان ساكس يعتبر بأن تأثيرات البحر الأحمر والحرب هناك لا تؤثر كثيرا على أسعار؟ لأنه لا يوجد تأثير مباشر على الإنتاج. التأثير المباشر الآن هو على تكلفة الشحن، لأنه المسار أصبح أطول من طريق أو عن طريق رأس الرجاء الصالح وليس عن طريق قناة السويس. هذا باختصار. شكرا لك ريما على وجودك معنا. شكرا ليال. أطلقت الهيئة العامة لرعاية شؤون الحرمين عددا من الخدمات، أبرزها الأساور الإلكترونية للأطفال وذويهم وخدمة العربات المتنقلة على جسور الحرم المكي لتسهيل أداء مناسك العمرة للزوار والمعتمرين، فيما عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام إدارة التطويف بثمانين مطوفا يعملون على مدار الساعة لتغطية الأعداد المليونية من الزائرين والمعتمرين. من مكة المكرمة مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة، الصورة من الحرم المكي، تفضل. نعم ليال، إذن ماذا تحدثنا عن الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية هنا في المسجد الحرام؟ هي بصراحة خدمات كبيرة. كنا في الأعوام السابقة نشهد وجودا للعربات، لكن اليوم هي بثلاثة أنواع. هناك العربات العادية في مطاف الدور الثاني والثالث، وهناك أيضا العربات الكهربائية في الدور الثالث، وهناك أيضا عربات الجولف في سطح المطاف. وهي بصراحة خدمة كبيرة جدا تقدم اليوم لكبار السن وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة. آلاف العربات المتواجدة اليوم في جنبات المسجد الحرام، بعضها مثلا من يأتي من خارج المسجد الحرام من المنافذ، مثلا منفذ الشبيكة وأيضا أجياد المصافي وأجياد السد وأيضا منطقة كدي، يجد هناك منطقة حينما يصل المسجد الحرام تؤجر هذه العربات أو يكون هناك طريقة خاصة لأخذ هذه العربات. أما من يريد الذهاب إلى سطح المطاف فعليه فقط أن يصعد عبر السلالم الكهربائية إلى سطح المطاف ليأخذ هذه العربة مع مجموعة أو عائلته، وتأخذ هذه العربة ويؤدون نسب كل يسر وسهولة. أما الخدمة الأخرى فهي الخدمة التي قدمتها هيئة رعاية الحرمين بالنسبة للأساور التي تقدم للأطفال. هي بصراحة خدمة كل سنة تشهد تطورا جديدا في هذه الخدمة. أذكر العام الماضي قمنا بتغطيتها في توسعة الملك فهد وتوسعة الملك أو باب الملك عبد العزيز. الخدمة جدا عظيمة تقدم للأطفال ولذويهم، حيث أن يكون ربط بين العائلة وأيضا بين الطفل، تكون فيها بيانات الطفل ومنطقة افتقاده ومنطقة أيضا المنطقة التي أخذ فيها هذه الإسوارة وأيضا جميع الإحداثيات التي تحتاجها الجهات الأمنية للعثور على عائلته أو للعثور على الطفل. هناك أيضا مراكز لمن هم ضائعون يذهبون بهم إلى تلك المراكز لحتى السؤال من قبل ذويهم. نتحدث أيضا اليوم على أن الهيئة العامة لرعاية شؤون الحرمين وأيضا الجهات الأمنية ممثلة في الأمن العام أكدوا على ضرورة استخدام الكمامة مجددا لعدم انتشار الفيروسات والأمراض المعدية في جنبات المسجد الحرام. شكرا لك من مكة المكرمة مراسل العربية أسامة القاسم. مشاهدينا الآن أنتقل إلى أخبار الطقس مع الزميلة لميس إبراهيم. أهلا بكم. يستمر نظام العواصف الشتوية في إلقاء ثلوج كثيفة عبر عدة أجزاء في الولايات المتحدة، وغطت التحذيرات بشأن العاصفة الثلجية أجزاء كبيرة من ولايات مينيسوتا وأجزاء من ويسكونسن، ميشيغان، كولورادو ونيو مكسيكو وتكساس. فالثلوج التي بلغ ارتفاعها 8 بوصات كانت كافية لإغلاق بعض المدارس وإلغاء أو تأخير عدد من الرحلات الجوية، فيما أبلغت دورية الدولة عن وقوع حوالي 400 حادث تصادم أسفرت عن إصابة أكثر من 20 شخصا ومقتل شخص واحد على الأقل.
فقد 9 إندونيسيين على الأقل وتم إجلاء أكثر من 200 آخرين بعد انزلاق تربة وفيضانات في جزيرة جاوة، حيث غمرت المياه مقاطعة جاوة الغربية بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، وتم نقل حوالي 250 شخصا إلى قاعات متعددة الاستخدامات وتحويل مدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة بعد تضرر عشرات المنازل في المنطقة. أما عربيا، تتأثر كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان بأخذ منخفض جوي يتسبب في هطول الأمطار. تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانا، لذا يحذر من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية. ومن المتوقع استمرار هذه الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة من هذه الليلة. اللهم لك الحمد. من شعاب الرس جنوب الرس القريب، 14 رمضان 1445. اللهم لك الحمد. من شعاب الرس جنوب الرس القريب، 14 رمضان 1445. اللهم لك الحمد. من شعاب الرس جنوب الرس القريب، 14 رمضان 1400. شكرا لك لميس. مشاهدينا، إلى هنا أختم الساعة الأولى من العالم الليلة. كانت معكم ليلى الاختيار. نذكركم بأن الساعة الثانية من العالم الليلة سيكون فيها إعادة لحلقة مع سبايا تنظيم داعش والتي أجراها الزميل ماجد حميد من العراق. كونوا معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.